السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم عزيزاتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم مريم شفيق، وبهذا الفيديو حابة أعرض لكم طريقتي في صناعة صندوق الأحرف الخشبية العربية حسب منهج المونتسوري. هلأ الأصل بالصندوق يكون بهذا الشكل، نشتري جاهز من محلات القرطاسية الكبيرة اللي بكون فيها قسم لأدوات المونتسوري أو من الصفحات اللي بتبيع أونلاين. الصندوق مصنوع من مادة الخشب، والحروف أيضا خشبية مفرغة ومش على شكل البطاقات. صندوق الأحرف الخشبية هو أداة مهمة لازم تتوفر بركن اللغة العربية في البيت أو بروضة المونتسوري. مشكلتنا إنه الصندوق سعره جدا مرتفع، وأغلب أدوات المونتسوري سعرها مرتفع لأنها مصنوعة من الخشب بجودة عالية. لهيك أحيانا إحنا الأمهات بننجبر على صناعة بعض الأدوات منزليا لنقلل من تكلفة الأدوات علينا، وأنا بهذا الفيديو رح أعرض لكم طريقة صناعة هذا الصندوق. الأدوات اللي بنحتاجها هي مطبوعات للحروف العربية، بتلاقوها على مدونة رياض الجنة، الرابط في صندوق الوصف. كرتون قابل للإغلاق مثل اللي بالفيديو. تجليد شفاف، مسطرة وإصبع السيليكون أو أي مادة لاصقة. أول شي بنعمله هو بنغلف مطبوعات الحروف العربية بالتجليد الشفاف، ومن الجهتين الأمامية والخلفية، لتصير بطاقات الأحرف اللي عم نعملها متينة وما تخرب أو تتمزق والطفل عم بيستخدمها مرات ومرات. وبنقدر نستخدم التغليف الحراري بدل التجليد الشفاف، وبيكون طبعا أفضل وأمتن. وبعدين بنقص الأحرف كل حرف لحاله لحتى نكون بطاقات منفصلة. الأحرف مثل ما أنتوا شايفين بالمطبوعات بتكون بأشكال مختلفة، شكل الحرف منفصل، شكله بأول الكلمة وشكله بوسط الكلمة وشكله بآخر الكلمة، بالإضافة إلى بطاقات فيها الحركات أو التشكيل، الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون اللي بنشكل فيها طبعا هاي الكلمات. وبعد ما خلصنا من تحضير البطاقات رح نحضر الصندوق. الصندوق جاهز من الخارج، بس احنا بدنا نعمل مربعات صغيرة داخل الصندوق لتكون مكان مخصص لكل حرف او لكل بطاقة. استخدمت ورق مقوى بنسميه عندنا بالاردن كرتون، وبلشت اخذ مقاسات الصندوق اللي عندي لاعمل الفواصل بالكرتون. استخدمت اصبع السيليكون لتثبيت هاي الفواصل، وبتقدروا تستخدموا اي مادة لاصقة تانية. ورح أكمل على هذا النمط لحتى أثبت كل الفواصل داخل الصندوق، وأعمل مربعات متساوية مناسبة لحجم البطاقات اللي عندي. الصندوق اللي عندي صغير، لهيك ما قدرت أعمل إلا 16 خانة أو 16 مربع صغير لبطاقات الأحرف، بس عندي صندوق تاني رح أعمله أيضا بنفس هاي الطريقة. إذا عندي زوائد بشيلها بالمقص لحتى أساوي أطوال الفواصل داخل الصندوق ليصير شكلها أرتب، وكمان لحتى أقدر أسكر غطاء الصندوق. أخيرا برتب الحروف كل حرف وأشكاله بمكانه المحدد، وهيك بيكون صندوق الأحرف الخشبية العربية جاهز للاستخدام. والهدف من هذا الصندوق رح أكتبه في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. نهاية هذا الفيديو، بتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.